جد ناتج ما يلي بأبسط صورة، وهي 4 m تربيع ضرب 3 y تربيع ضرب m تكعيب كما نرى موضح هنا. رقم 1، لابد من تجميع أو نقوم بالعملية التجميعية أو الخاصية التجميعية أو هي والخاصية التبديلية. قد يعني نعملها بخطوة واحدة، وهي الخاصية التبديلية أنه نضع الأعداد لحالها، الأحرف لحالها المتشابهة. مثلا لدينا هنا الأعداد 4 ضرب 3 ضرب ميم تربيع ضرب ميم تكعيب ضرب واي. الآن سنجمع هذه الخاصية التبديلية، سنجمع المتشابهات معا والمزيد من التحليل وإيجاد يعني ناتجها بأبسط صورة. إذا سنجمع المتشابهات في قوس الأعداد معا، ثم الأحرف المتشابهة معا، ميم تربيع في ميم تكعيب، إذا المتشابهات في واي كونها حرف لوحدها. الآن سنقوم بإيجاد ناتجها في خلال الضرب. إذا 12 12، طبعا سنضرب الأسس، يعني في حالة الضرب تجمع الأسس. إذا M هو 5، Y كما هي تربيع. إذا هذه هي أبسط صورة والناتج بأبسط صورة.